عايز اعرف بقى العزومه ليه اخترتي العزومه؟ والعزومه يعني حاجه تقيله يعني صعبه يعني كل انواع الاكل يعني حلو وحادق معجنات عزومه فكلميني اكتر جت بالفكره منين؟ ليه اخترتي الاسم دوت؟ ليه برنامج العزومه كده يعني؟ هقول لك هو كاختيار اسم ده كان استاذ محمود الشريف طبعا استاذنا ومدير القناه بتاعتنا ايوه ده حقيقي فده كان اختياره انا استنى هذه الفرصه واحده لا انت انت كل بالف هنا بس خلي بالك بقى عشان سخنه ده جدا فاستاذ محمود هو اللي اختار لنا الاسم الجميل ده وانا حبيته جدا لان من اكتر الحاجات اللي هي بنقول بتأزم ست البيت هي العزومه بالظبط عندي عزومه يعني انا في ربكه ويعني تفكير وشيل هم ويا ترى الاكل هيعجب الضيوف ويا ترى طب اعمل لهم ايه في العزومه طب ايه الحاجات اللي اعملها وتكون سهله طب ايه الحاجات اللي اقدر اجهزها للعزومه من قبل بحيث ان هي توفر لي وقت ومجهود حاجات كتيره جدا بتشغل بال ست البيت حبينا نوصل المعلومه ونعمل العزومه بابسط طريقه واسهل طريقه توصل لكل ست بيت فكان البرنامج والحمد لله يعني الحمد لله الموضوع ماشي تمام ونلاقي يعني مشاهده ومتابعه كويسه جدا الحمد لله طبعا لان حضرتك يعني بتعملي حاجات قويه جدا وترندي قوي كمان والناس كلها حبت بقى تجرب الحاجات دي في البيت وباسهل طريقه يعني انا دايما ما بحبش اعقد الموضوع